جميل. هلا 15.2 يا جماعه تقريبا نفس فكره 15.1، ولكن هون الريجن بطلت تصير ايش؟ مستطيل. فزي ما انتم شايفين هيك صار الشكل تبعها مثلا يختلف عن المستطيل، ولكن الفكره نفسها. حتى لو الشكل اختلف عن المستطيل، انا بروح بقسم مثلا احد الطرق اني اعمل هاي الشبكه بنسميها النت او البارتيشن، اقسمها ايضا لمستطيلات بهي الصوره. هلا بجوز انت في النهايه مش راح تقدر تغطي الجزء اللي هون وهذا الجزء اللي هون وكذلك اللي هون، كله مش راح تغطيه. هذا هو بخلق لك ايش؟ الايرور. فاذا بدك تقلل انت الايرور بتصغر ايش؟ ابعاد المستطيل. يعني بدل ما تاخذ مثلا شبكه مكونه مثلا من 100 مستطيل، بتقدر تاخذ شبكه مكونه من 1000 او 10000 مستطيل. ساعتها هاي الفراغات بتبطل تشوفها. وبنشتغل نفس الفكره ل 15.1، يعني بيجي باخذ برقم هاي المستطيلات، مثلا بيجي على المستطيل اللي رقمه مثلا هون كي، بكون عارف ابعاده بالنسبه لاكس دلتا اكس كي، وبالنسبه لواي دلتا واي كي، الاريا له بتطلع دلتا اكس كي، وباخذ اي نقطه داخل هذا المستطيل الصغير عشان اروح اصورها. هاي النقطه بكون اسمها اكس كي واي كي، وبالتالي بروح بصورها عشان اشوف الارتفاع. فاف اوف اكس كي واي كي هو الارتفاع، الارتفاع في مساحة القاعدة اللي هي المستطيل، بعطيك الحجم الناتج عن أول بلوك من هون. وبالتالي إذا بدك تعمل approximation للفوليوم الناتج عن المنطقة المحصورة region المحصورة بين السيرفيس وهي الدومين، بدك تعمل تأخذ المجموع لكل هاي البلوكس، مجموع الحجم كل هاي البلوكس اللي هون. فبعطيك تقريبا بعطيك approximation value للفوليوم الناتج، وبالتالي اذا بدك تحصل على القيمه الحقيقيه بدك تودي عدد هاي المستطيلات لما لا نهايه. هلا هاي النورم لبي بروح لزيرو، يعني البارتيشن النورم لبي هون عندك بي اللي هو اللي هي عباره عن الماكسيموم لدلتا اكس كي واي كي. سافرجيك اياها هاي بالضبط تعريفها، هي موجود هون. البارتيشن هي عباره عن الماكسيموم لدلتا اكس كي واي كي، وبالتالي تقدر تشوفها هون. بس اعمل لك سكرين شير. فاذا شايفين يا جماعه هيها النورم لبي هو عباره عن الماكسيموم لدلتا اكس دلتا واي. اذا شايفين هنضغط الرقم 9. اوكي، فلما بحكي طلع كيف، لما بحكي بدي اودي النورم للزيرو، يعني بدي ازغر، طلع بدي ازغر الابعاد. لما بدك تزغر الابعاد هاي المنطقه بدل ما تصير تحتوي على 100 مستطيل بصير تحتوي على ايش؟ على 1000 مستطيل. فانت عمليا لما بدك تودي النورم لبي لزيرو، كانك بدك تودي عدد المستطيلات ان لما لا نهايه، كانك بدك تودي ان لوين؟ لما لا نهايه، نفس الفكره. طيب نرجع للسؤال تبعنا، الدرس تبعنا. فعمليا لما النورم لبي بروح لزيرو، معناته انا نفس الحاجه بودي ان لوين؟ لما لا نهايه، وبالتالي بقدر احصل على الفوليوم الاصلي. هلا السؤال، هل فوبيني ثيرم برضه بتشتغل هون؟ خلينا نشوف. اذا كان عندك الفانكشن اف اوف اكس كونتينيوس على الريجن ار، طبعا ار هون بهذا الشكل، بطلت تصير ايش؟ مستطيل. صارت مثلا ممكن اللي بالازرق، شايفين الكيرف اللي بالازرق هون؟ ممكن هذا يكون ليفل كيرف معطى بالسؤال. هلا على المعطى هون انه اف بكون كونتينيوس على هاي الريجن. هلا اذا الريجن تبعتنا ار بتكون معرفه بهي الصوره، في عندنا صورتين A رقم 1 ورقم 2. رقم 1 بتكون اكس فتره، وبتكون واي محصوره بين فانكشنز جي صغير وجي 2 الكبير. هلا جي 1 وجي 2 هذول كونتينوس فانكشن معرفين على الفتره ايش؟ اي بي، لانهم فانكشن اوف اكس. اذا بتلاحظ طلع قيمه واي محصوره بين function g1 of x و function g2 of x، و g1 و g2 عشانهم function of x، وين قيم x ما هم في الفترة AB. هلا إذا بدك تطلع الدبل انتجرال بتعمل ايش؟ إذا بتكون عندك g بين functions بنعمل dy للأول، ف y هون بتاخذ أول قيمة اللي هي g1، وبتاخذ القيمة الثانية اللي هي g2، وهون بيكون عندك لانه دي واي للاول بيكون الكروس سكشن عندك فيرتيكال، ف
راح أفرجيكوا هاي من خلال مثال. فاللي بدي اياك تعرفه كالتالي: dy مربوط ب vertical cross section، يعني بكل بساطة احنا بنعرف المستوى الديكارتي، هاي y وهاي x. فلما يطبع عندك y هون، هاي y، واضح انه y vertical، فبكون لنا cross section vertical. لما بكون عندنا هون x، بكون cross section ايش؟ horizontal. هاي كويس، horizontal بكون ايش؟ dx. هلا الحالة الثانية انه اذا كان الـ variable y في فترة معطاة c و d ارقام، والـ variable x محصور بين two functions، الصغير اسمه h والكبير اسمه ايش؟ h2. و h1 و h2 هذول functions of y، ولانه y معرف على الفترة من c ل d، فانا بعتبرهم ايش؟ بيكونوا continuous h1 و h2 على الفترة ايش؟ لازم على الفترة ايش هون؟ سوري، هاي مش a b، لازم هاي c d، وبالتالي بدي اعدل هاي، هاي لازم c وهاي لازم d. كويس. هلا ناخذ مثال حتى تكون الصورة واضحة للجميع. فمثلا اعطيني الفوليوم للسوليد، سوليد يعني المنطقة المحصورة بين القاعدة البيس. كيف شكل البيس هون القاعدة؟ هي عبارة عن منطقة region في الاكس واي بلين، بتكون باوندد محصورة بين البارابولا y بيساوي 4 ناقص x تربيع. كلكم بتعرفوا ترسموا y بيساوي سالب x تربيع، هاي y بيساوي سالب x تربيع. بس شو بدك تعمل فيها؟ بدك تطلع فيها لفوق وين؟ 4 وحدات. فلما تطلع فيها 4 وحدات بصير عندك الرسمة اللي زي ما هي، الرسمة هاي اللي شايفينها انتم. اوكي، رسمت انا ايش؟ 4 ناقص x تربيع. ايضا بدي ارسم الخط المستقيم y بيساوي 3x، هاي خط مستقيم y بيساوي 3x بمر في الاوريجن. هلا واضح انهم بتقاطعوا عند هاي النقطة، واضح انهم بتقاطعوا عند هاي النقطة. عشان تعرف هذول النقاط بروح بخلي ال 4 ناقص x تربيع تساوي 3x، يعني هاي بشوف وين البارابولا بقطع اللاين. وعلى السريع بتحل المعادلة التربيعية بطلع معك x تساوي 1 و x تساوي سالب 4، فعندك هي هون x سالب 4 وعندك هي هون x تساوي 1، ساعتها انا عرفت حدود قيم x. اذا لاحظ عندك هون انه تشوف علي x محصورة من وين لوين؟ x اذا بتلاحظ x محصورة من هيها في الفترة معطيك اياها x من وين لوين؟ من سالب 4 لسالب 1. y من وين لوين؟ y زي ما انت شايف هيها y، هيها شايف من وين لوين محصورة؟ من تحت محصورة من 3x ومن فوق محصورة ب 4 ناقص x تربيع، تمام؟ فهذا بسمي هاي g1 بسميها 3x، وهاي بسميها 4 ناقص x تربيع، تطبيق مباشر. معناته انا لازم استخدم القاعدة الأولى إذا بدي أطلع الفوليوم. لازم أعمل تكامل أسهل الأول بالنسبة لـ y، بعدين إيش بالنسبة لمين؟ بالنسبة لـ x، لأن هون الـ cross section شو بيكون؟ vertical. إيش يعني الـ cross section vertical؟ أسهل لإلك. طبعًا أنت بتقدر يعني أنا هون شو عامل؟ أنا عامل هون dy dx، بس بتقدر تعمل dx dy، هلا بفرجيك كيف. أول حاجة بدنا نفهم السؤال. بدنا نطلع الفوليوم لمنطقة region محصورة بين منطقة في الدومين، كيف شكلها؟ عندك البارابولا y 4 ناقص x تربيع و 3x، هاي المنطقة المحصورة بينهم، صارت واضحة. طيب هلا بعدها الطب، شو يعني الطب؟ يعني الفانكشن اللي من فوق، السيرفيس اللي مرسوم فوق هاي الريجن. الطب هو عبارة عن ايش؟ عن البلين z بيساوي x زائد 4. يعني انا عندي الفانكشن هون f of xy، هذا هو الفانكشن اللي هون. شو اسمه عندنا هون؟ اسمه x زائد 4. فبجيب بحط ال x زائد 4 هون، بتغير شيء الفانكشن تبعنا. هلا اذا بدك تعمل تكامل الاول بالنسبه ل y فيش مشكله، بدك تعمل بالنسبه ل x فيش مشكله. بس اذا هون شوف علي، اذا هون انا عملت تكامل بالنسبه ل y للاول، بدك في شغله مهمه جدا لازم تعرفوها، انه بكون الكروس سكشن عمودي. شو يعني الكروس سكشن عمودي؟ هاي انا راسم هون خطوط عموديه، شايفينها؟ الكروس سكشن بكون عمودي. ليه؟ لانه لما يكون الكروس سكشن عمودي،
ساعتها بدي اجي اشوف اصغر نقطة هون هاي اسمها جي 1 واكبر نقطة هون هاي اسمها جي 2. فواضح انه جي 1 هو قيمة لمين؟ قيمة لواي. يعني هون واي شو بتساوي؟ واي بتساوي 3 اكس هيها، والواي الفوقانية شو بتساوي؟ 4 ناقص اكس تربيع هيها. تطبيق مباشر. الفكرة انه هون شو بدي اعمل؟ بديش اياك تفهم تحفظ حفظ القواعد، بديك تفهم فهم. بس بديك تعرفه، لما يكون عندك للاول دي واي بيكون عندك الكروس سكشن فيرتيكال، لما يكون عندك للاول دي اكس بيكون الكروس سكشن شو ماله؟ هوريزونتال. هلا خلينا نيجي كمان مرة على الرسمة ونوضح الامور كمان مرة بسهولة وببساطة على الاخر. ف اول حاجة شفت انا شو في عندي هنا نقاط، حليت المعادلتين، شفت المعادلتين وين بتقاطعوا، وحددت قيمة ايش؟ اكس الكبيرة واكس الصغيرة. وبالتالي اذا بدي اعمل تكامل بالنسبة لاكس، هاي اكس صغيرة وهي اكس الكبيرة ثابتة. هلا بالنسبة لواي، مدام واي دي واي للاول، معناته الكروس سكشن عندي عمودي. مدام الكروس سكشنز عندي عمودي، خذ اي خط عمودي في هدول، اي خط بدك اياه تاخذه خذه. ساعتها من تحت قيمة واي هي 3 اكس هيها، ومن فوق قيمة واي دائما من فوق قيمة واي قديش؟ 4 ناقص اكس تربيع. وخلصنا، اعمل التكاملين هذول على السريع سهل، بطلع الجواب 625 على 12. السؤال، طب بلكي بدي ابلش انا من اكس، بلكي انا بدي اروح اعمل كالتالي: في تساوي دبل تكامل، وهي الاكس زائد 4 ما تغيرش الفانكشن تبعنا، وانا هون بدي اعمل ايش؟ اول ايش دي اكس، بعدين شو اعمل ايش؟ دي واي. اوكي نو بروبلم. بس ساعتها هون الكروس سكشن شو راح يكون؟ راح يكون الكروس سكشن هون افقي. ما دام افقي ببطل ارسم هيك، بصير ارسم هيك. هلا هيك شايفين كيف؟ هلا لما ترسم بهي الصوره في هون شيء بدك تنتبه له، اللي هو كالتالي: انه قبل شوي لما حلينا بالنسبه لواي هاي الكروس سكشن عموديات، اذا بتاخذ اي كروس سكشن بدك اياه دائما من فوق البارابولا ومن تحت اللاين دائما وابدا. بس اذا بتاخذ للاول دي اكس في خلل بصير. شو هو؟ انه هي انا اخذت هون ايش؟ خط افقي من تحت بارابولا ومن فوق بارابولا، وهي اخذت كمان خط ثاني من تحت بارابولا بس من فوق لاين مش بارابولا زي اللي فوق. وبالتالي في هاي الحاله شو بدك تعمل؟ في هاي الحاله اذا عشان نطلع الفوليوم بهي الصوره بدك تروح تجزئ بهي الصوره، من هون وفوق بدك تطلع فوليوم، وتحت بدك تطلع فوليوم اخر. وبالتالي بدي اروح اجزئ هون، فالشغل بصير اصعب شوي. ومش بس الحدود بنعكسه، يعني بدنا ننتبه لشغله معينه هون، مش بس الحدود بتنعكس. هلا عشان اطلع الفوليوم هون بروح بشتغل على هاي المنطقه لحالها وبضرب في اثنين، طلع سمي هاي A المنطقه. هلا هاي راح تطلع معك نفسها A لانه في سيمتري، وسمي هاي المنطقه اللي تحت B. هلا بتطلع الفوليوم الناتج عن الريجن A وتضربه في اثنين، هاي بتطلع كل ال A. بعدين شو بتعمل ايش؟ زائد الفوليوم تبع B. كويس. هلا مثلا اذا بدك تطلع الفوليوم الناتج عن A شو بدك تسوي؟ سميه مثلا فوليوم A. هلا فوليوم A بصير عندك دبل تكامل، الاقتران تبعنا ما تغيرش، x زائد 4. اذا بدك تعمل dx للاول بعدين ايش dy. اوكي هلا في هاي الفتره طبعا بدنا ناخذ احنا ايش؟ خطوط افقيه بهذا الشكل. هلا الخط من هون بتبلش عندك قيمه x، من هون بتبلش قيمة X من صفر، لأنه أي خط من هون أي خط هوريزنتال خذه بتبلش X من صفر، لأنه على الواي أكسس ببلش. بس وين بوقف؟ بوقف على الكيرف. هلا الكيرف اللي هون بدك تخلي X موضوع القانون. كيف بدك تخلي X موضوع القانون؟ بهي الصورة هاي بدك تخلي X موضوع القانون. فبصير عندك X تربيع شو بيساوي؟ بيساوي 4 ناقص Y، معناته X شو تساوي؟ جذر 4 ناقص واي. فهي هي بتحطها هون، هاي القيمة بتحطها هون. هيك بالنسبة لواي
من وين لوين واي بتشتغل، لما تاخذ كل الخطوط انتهائي الهوريزونتال هون كلياتها انت غطيت قيمه واي من وين لوين، من هاي النقطه لهاي النقطه، هاي قيمه واي من هون لهون تغيرت من 4، بس هاي النقطه اللي هون لازم تعرف تطلعها، هاي النقطه هون شكلها 2. او بدك تروح تصور الواحد، لما بتصور الواحد هون تصورها بتطلع 3، سوري تعوضها بتطلع 3. فالسؤال شوي طف يعني بصير غلبة. احنا طلعنا بهاي الصورة انت طلعت A. هلأ اذا بدك الفوليوم تبع A الثانية بدك نفس الحاجة تضرب هون باثنين، اذا تضرب باثنين هون فانت طلعت الفوليوم الناتج عن A. هلأ عشان نطلع الفوليوم الناتج عن B بدك تعمل نفس الحاجة، دبل انتجرال لX زائد Y وتعمل DX للأول وتعمل DY. هلأ بس اشيل اللي هون هي عشان الصورة تصير اوضح. هلا احنا اتفقنا الجزء اللي فوق طلعنا للفوليوم، هلا الجزء التحتاني خذ اي خط هون فيش مشكله، اي خط هون افقي راح تبلش قيمه اكس من تحت من الجذر اللي كان هون اللي هو هذا عباره عن الجذر ل 4 ناقص واي، هي بدك تكتب هاي دلاله اكس، اي نقطه من هون بتبلش من هاي. وين راح توقف؟ راح توقف هون على الخط المستقيم، خط المستقيم من هون شو بتطلع؟ اكس واي على 3، هي واي على 3. وهلا بدنا نغطي ايش؟ بدنا نغطي كل قيم واي في هاي الفترة، في هاي الفترة قيم واي هون. هلا السؤال هون كلياتها واي من وين لوين بتتحرك؟ واي بتتحرك من عند هاي النقطة، بدك تحسب قديش نقطة واي هون لعند ايش؟ الثلاث. فبدك تروح تحسب قديش واي هون، بدك تعوض السالب 4، فلما بتعوض السالب 4 مثلا بالله بيطلع عندك من سالب 12. فواضح في النهاية بيطلع معك الفوليوم بيساوي فوليوم لاي زائد فوليوم لبي. طبعا السؤال صفك شوي صعب بس حليناه، ولكن باخذ شغل كثير. هلا واضح انه اذا بعمل تكامل اول بالنسبه لمين؟ لواي اسهل، انا عامل هون تكامل بالنسبه لواي كثير اسهل. ليش؟ لانه لما تعمل تكامل بالنسبه لواي بيكون الكروس سكشن ثابت. طلع الكروس سكشن هي شايفينه؟ اذا بتعمل الكروس سكشن بالنسبه لواي بيكون الكروس سكشن فيرتيكال، وبالتالي لما يكون فيرتيكال بكفي تطلع فوليوم واحد مش اثنين. ليش؟ لانه اي كروس سكشن بتاخذه بيكون من فوق دائما بارابولا ومن تحت دائما لاين، دائما من فوق بارابولا ومن تحت لاين، اي واحد منهم نفس الحاجه. وبالتالي عشان هيك السؤال انا حليته ايش؟ حليته بالنسبه لواي عملته للاول. فاذا الكل متابع معي وفاهم شو بحكي نضغط الرقم 8، واذا حدا عنده اي سؤال بيقدر يدخل على الخط ويسال. اوكي خلينا نشوف امثله اسهل شوي. فمثلا شو رايكم بالسؤال اللي هون؟ هاي سؤال بيعطي فكره كمان بوضحها بطريقه ايش؟ كمان لسه افضل. طلعوا كيف بقول لك السؤال، ارسم الريجن تبعت التكامل، هيها بنرسمها وبعدين اشطلع لي التكامل، طلع التكامل. اوكي بدك اياني يعني ارسم لك حدود التكامل، المنطقه لحدود التكامل، تبع معي. بتبلش من هون دي اكس، هذول دي اكس معناته عندك اكس تساوي صفر. كيف ارسم اكس تساوي صفر؟ هاي اسمها اكس تساوي اكس، اكس تساوي صفر يعني الواي اكسس، فبرسم الواي اكسس. بعدين بدي ارسم اكس شو بتساوي؟ واي تربيع. بدي ارسم اكس تساوي واي تربيع، لما ترسم اكس تساوي صفر يعني الواي اكسس هي، ولما ترسم اكس تساوي واي تربيع يعني y تساوي جذر x، هيو يعني y تساوي جذر x، هيو x تساوي y تربيع يعني y تساوي جذر x. جميل. هلا هاي رسمت حدود التكامل تبعون x، هلا بروح على y. كيف ارسم y تساوي صفر؟ y تساوي صفر يعني بدي ارسم ايش؟ ال x axis. وكيف ارسم y تساوي واحد؟ y تساوي واحد هيو خط مستقيم موازي لمين؟ للاكس اكسس. وبالتالي هلا لما بدي اشوف المنطقه المحصوره بين اكس تساوي صفر، اكس تساوي واي تربيع، واي تساوي صفر، واي تساوي واحد، بلاقي المنطقه المحصوره اللي شايفينها قدامكم بالاحمر. فانا هيك رسمت الريجن. هلا السؤال بقول لك احسب التكامل. اوكي اذا بدك تحسب التكامل بعمل اول شيء تكامل بالنسبه لاكس، تمام؟ يعني هاي كلها ثابت بضل زي ما هي.
اعمل تكامل بالنسبه لاكس. شو تكامل اي قوى اكس واي؟ تكاملها هي عباره عن اي قوى اكس واي بس بدي اقسم على واي، عشان هيك هون في تكعيب، عشان هيك في هون تكعيب. لما تقسم على واي شو بتصير؟ بتصير تربيع. لما مش مصدق اشتق هاي الكميه بالنسبه لاكس. لما تشتق بالنسبه لاكس شو مشتقة الاكسبوننشال؟ زي ما هو في مشتقة اللي فوق بالنسبة لإكس اللي هي واي، فبتصير هاي التربية شو بترجع؟ تكعيب. اوكي، إذا أنا عملت إيش؟ عملت تكامل أول بالنسبة لإكس، معناتها هلا بعوض هون قيم إكس مرة صفر مرة واي تربيع، بحصل على قيمة جديدة وبعمل لها تكامل بالنسبة لواي، وبعوض مرة محل واي واحد محل واي صفر، فبطلع الجواب النهائي إي ناقص 2. واضح يا جماعة إنه إي ناقص 2 موجب، تنسوش انا بطلع في ايش مثلا في فوليوم هون، فاي ناقص 2 موجب لانه اي تقريبا 2.718 فبطلع معنا موجب. هلا فرع الثاني شو بحكي لنا؟ ريفيرس ذا اوردر اوف انتجريشن، يعني اذا بدي ابدل حدود التكامل شو اللي بصير معي؟ اوكي، اذا بدنا نبدل حدود التكامل طلع شو بصير. هلا هذا السؤال اسهل من اللي قبله. لما نبدل كيف؟ بديش انا دي اكس للاول، انا بدي دي واي للاول. اوكي، بدك تتذكر شغله مهمه جدا، انه لما يكون عندك دي اكس للاول الكروس سكشن هوريزونتال، هيهم زي ما انتم شايفين كله هوريزونتال. شو يعني هوريزونتال؟ خذ اي كروس سكشن من هون، اقل ببلش دائما من عند اكس تساوي صفر، وبخلص وين بخلص؟ بخلص هون، وهون عباره عن اكس تساوي ايش؟ واي تربيع. فهي هون من اكس تساوي صفر لاكس تساوي واي تربيع جاهز. واذا بتمشي هاي الكروس سكشن كلياتها، اذا بتمشيها هاي الكروس سكشن جميعها جميعها جميعها، بتغطي لك قيم لواي، راح تغطي لك قيم لواي من وين لوين؟ من الصفر للواحد. هي قيم واي بتتغطى من وين لوين؟ من صفر لواحد. خلصنا. اوكي، هلا بدي اروح اغير ايش؟ بدي اروح انا هلا ابدل حدود التكامل. فإذا بدي أبدل بدي أعمل دي واي للأول. أوكي، إذا بدك تعمل دي واي للأول تذكروا بناخذ vertical section، الكروس سكشن بيكونوا vertical. مادام بيكونوا vertical خذ أي واحد منهم. إذا بتاخذ أي كروس سكشن هون، أي واحد منهم راح يبلش عندك هون من عند واي تساوي جذر إكس، صح؟ هيها. وراح يخلص عندك فوق عند واي تساوي واحد، هيها. جميل؟ هلا إذا بدك تشوف حدود اكس، ساعتها بدك تمشي الكروس سكشن، مشي 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 الكروس سكشن، مشي مشي. شو بغطي قيم لواي؟ بغطي سوري، شو بغطي قيم لاكس لما تمشيهم العموديات هذول الكروس سكشن؟ بغطي لك قيم لاكس من صفر لواحد. هيها من صفر لواحد وخلصنا. فهلا ديروا بالكم التكامل اللي هون، هذا التكامل اللي هون كده جوابه نفس الحاجه اي ناقص 2. إذا الكل متابع معي وفاهم نضغط الرقم 9. وإذا حد عنده أي سؤال بيقدر يسأل. طيب نشوف كمان مثال حتى الصورة تصير أوضح أكثر وأكثر. في عندنا هنا مثال، طلع كيف. في عندنا بدنا نعمل نحسب مع بعض الدبل انتجرال لساين إكس على إكس. اوكي، هلا بس شو هي ار هون؟ بقول لك ار هون اللي هي حدود التكامل اللي هي الريجن. ار هي عباره عن تريانجل، مثلث في الاكس واي بلين. هيو، بس كيف حددناه؟ بقول لك محصور بين الاكس اكسس، هاي الاكس اكسس، ومحصور بين الخط المستقيم واي بيساوي اكس، هاي الخط المستقيم واي بيساوي اكس، وبين الخط اكس تساوي واحد، هاي الخط اكس تساوي واحد. فاذا بتلاحظ المنطقه المحصوره بين اكس تساوي واحد وواي بيساوي اكس اللي هو الخط اللي شايفينه هون، والاكس اكسس واضح انه المنطقه اللي هون زي ما انتم شايفينها. طيب بقول لك اول حاجه سكتش ار، هي عملنا سكتش لار. بعدين بدنا نطلع الدبل انتجرالز. اوكي، بدنا نطلع الدبل انتجرالز، يا بتبلش بدي واي يا بتروح على السؤال الثاني وبتحكي ايش؟ بدنا نبلش بدي اكس. على فرض بدي ابلش بدي واي، اذا بدي ابلش بدي واي
بده يكونوا عندك الكروس سكشن عموديات هيهم. واضح انه الكروس سكشن عمودي هون، خد اي كروس سكشن بيكون عمودي، معناته لازم يبلش من عند هون، ببلش اي كروس سكشن ببلش من هون، تكبر فيه قيمه واي تساوي صفر، وراح يخلص هون دائما، يخلص هون. قديش تكبر قيمه واي فيه؟ اكس. هي دائما اي كروس سكشن خذ، اي خط عمودي خذه هيك دائما. وهلا هذول الكروس سكشن كلياتهم اذا بضلك تحرك فيهم على الريجن راح يغطي لك قيمه اكس من وين لوين؟ راح يغطي قيمه اكس من 0 ل 1، هي 0 ل 1. اوكي؟ هلا بهي الحاله بيجي بعمل تكامل اول ايش بالنسبه لواي. فلما اعمل تكامل بالنسبه لواي هاي الكميه كلها ثابت بس بحط لها واي. هاي حطينا لها واي، ولما نحط لها واي بدي اعوض محل واي ايش؟ مره اكس مره صفر، فبعمل بصير عندك التكامل بهي الصوره. تمام؟ تعويض مباشر يا جماعه، طلع كيف؟ هيو هاي بتصفي عندك دبل تكامل ساين اكس. هلا هون المفروض يكون عندك ايش؟ المفروض هون يكون عندك واي، لان هذا رقم ثابت، واي عند الصفر والاكس. طبعا هي ساين اكس بالاصل، ساين اكس على اكس، بس هاي شو جواتها؟ نعوض اكس ناقص صفر، فاكس ناقص صفر هي نفسها ايش؟ اكس، فبتشطب الاكس هاي مع الاكس المقام، شو بضل عندك؟ بضل عندك ساين اكس. تعويض مباشر. لما بضل عندك ساين اكس هيها، شو تكامل ساين اكس؟ هي عباره عن ايش؟ عن الكوساين وبالسالب. معناتها مره بدنا نعوض اللي فوق، مره بنعوض اللي تحت، وهي بيطلع الجواب جاهز. طب اتذكروا يا جماعه انه ايش؟ انه الكوساين رقم بين صفر وواحد، بين سالب واحد وواحد، وبالتالي واحد ناقص رقم بين سالب واحد وواحد هو رقم ايش؟ موجب، لانه بيمثل فوليوم. هلا وخلصنا السؤال وخلصنا منه، بس طلعوا شو فكره هذا السؤال يا جماعه. بقول لك بدل حدود التكامل. اوكي، بنبلش من بدل حدود التكامل، بدل ما بلش بايش؟ دي اكس بدي احط دي واي، بدل دي واي بدي احط دي اكس، ما دام دي اكس بصير عندك الكروس سكشن هوريزونتال. هلا ما دام الكروس سكشن هوريزونتال معناته اول قيمه من هون بتبلش لقيمه اكس قديش؟ واي هيها، ودائما بتخلص هون، قديش تكبر قيمه اكس؟ دائما واحد هيها. وهلا هاي الكروس سكشن يا جماعه خذ حركها كلياتها، حركها كلها هاي كل الهوريزونتال كروس سكشن، لما تحركها شو بغطي قيم لواي؟ بغطي قيم لواي من وين لوين؟ بغطي قيم لواي من صفر، طبعا هاي اسوي ايش؟ الواحد، من صفر لواحد هي هون. وخلصنا، سؤال سهل جدا 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 جدا، ولكن رقم واحد بنحسب، رقم اثنين صعب. في حدا فيكم بيعرف يحسب لي هاي؟ انه فيكم بيعرف يعمل تكامل لهي؟ تعمل تكامل لساين اكس على اكس دي اكس، صعب. عشان هيك لما نبدل حدود التكامل بصير ولا في اسهل منها. فبرجع لك تطلع وتعرف كيف انو احسن ترتيب استخدمه حتى يسهل عليك حسابة الدبل انتجرال. فهون واضح انه سهل، واضح انه هون ايش؟ صعب تو انتجريت. فهي هي الفكره بالدبل انتجرال شو اهميتها. اوكي، هلا هون اللي صفى ايش؟ خصائص للدبل انتجرال. خصائص يعني ايش؟ مثلا لو واحد اجى على الدبل انتجرز ضربه في رقم، شو بصير في الرقم؟ بيطلع برا عادي، على فرض انه طبعا ايش؟ انا في عندي فانكشنز اف وجي كونتينوس على باوندد ريجن ار اند سو اون. مثلا اذا بتجمع تو دبل انتجرز تقدر عادي توزع الجمع والطرح عليهم عادي. اذا بقى عندك مثلا اقتران اف الاكس موجب على ار، اف اوف اكس واي اذا كان موجب على ار، معناته الدبل انتجرال هون بعطيك فوليوم لانه موجب. لما يكون موجب بعطيك فوليوم، لما يكون فانكشن اوف 1 فاربل ودبل واحد تكامل بعطيك اريا. هلا ايضا من بعض الخصائص، ايضا بعض الخصائص مثلا اذا كان عندك اف اكبر من جي على ار، معناته الفوليوم لاف راح يطلع ايش؟ اكبر من ايش؟ من الفوليوم لجي اذا كانوا اقترانات موجبه. ما كانوش اقترانات موجبه راح يطلع عندك التكامل لاف دبل انتجرال لاف راح يطلع معك اكبر او يساوي من الدبل انتجرال لجي. هلا الاديتيفيتي يعني ممكن يكون عندك ايش؟ الريجن تبعتنا مقسمه لار 1 وار 2. طلع اذا كانت الريجن الاصليه هي عباره عن ار 1 اتحاد ار 2 كويس،
بقدر اطلع الفوليوم لهي واجمع لها مع الفوليوم لهي زي ما عملنا في المثال الاولاني. فبالتالي اذا بدك تطلع مثلا ايش انه الدبل انتجرال على ار الكبيره هي عباره عن الدبل انتجرال على ار 1 زائد الدبل انتجرال على ايش على ار 2 على اساس انه ار هي عباره عن اليونيون لار 1 وار 2. هلا كمان امثله هون تطبيقات مهمه في نفس السياق يعني وبتوضح الفكره اكثر. فمثلا بحكي لنا السؤال هون سكتش ريجن اوف انتجريشن، هيها بدنا نرسم هاي نرسمها. فلما نرسمها بدك تدير بالك هون اول ايش واي للاول، فبيجي بحكي كيف ارسم واي تساوي واحد، هاي واي تساوي واحد هيو تمام، هاي واي تساوي واحد. بعدين كيف ارسم واي تساوي ايكو اكس، هاي واي تساوي ايكو اكس. بعدين كيف ارسم اكس تساوي صفر، هاي اكس تساوي صفر. بعدين كيف ارسم اكس تساوي واحد، هاي اكس تساوي واحد. وين المنطقة انصفت محصورة؟ زي ما انتم شايفين الشكل اللي عندنا موجود عندنا بهاي الصورة هو ايش؟ هي رسمنا هاي المنطقة. هلا بس ترسمها بقول لك احسب لي هذا التكامل. طبعا التكامل سهل، بعمل اول ايش تكامل بالنسبة لواي. فلما تعمل تكامل بالنسبة لواي وبعدين تعمل تكامل بالنسبة لاكس، ولكن يبدو ان السؤال بحكي لك بس اعمل لي ايش؟ ريفيرس ذا اوردر اوف انتجريشن، اعمل لي ريفيرس ذا اوردر اوف انتجريشن يعني بدل لي حدود التكامل. هلا لما يكون عندك دي واي للاول بكون الكروس سكشن عندك ايش؟ بكون الكروس سكشن عندك عمودي. بس احنا هلا بدنا ايش؟ بدنا نكتب دلاله شو؟ اكس. ما دام دلاله اكس هلا بصفي عندك الكروس سكشن هوريزونتال زي ما انتم شايفين، هاي الكروس سكشن ايش؟ هوريزونتال. اذا بتاخذ اي واحد من هذه الكروس سكشن، خذ اي واحد من هذول الكروس سكشن راح يبلش عندك في هاي النقطه مثلا. خذ اي واحد من هاي الكروس سكشن، هاي النقطة اللي هون شو اسمها؟ خلي اكس موضوع القانون، تطلع عندك ايش؟ خذ اللين للطرفين، تطلع عندك لين واي. فأنا ببلش هون من لين واي، ووين بخلص؟ أي نقطة هون هي عبارة عن اكس تساوي واحد. هلا بعدها لما تيجي تاخذ كل الهوريزونتال كروس سكشن، كل هاي الهوريزونتال كروس سكشن في الريجن، شو بغطي لك قيم لواي؟ من وين لوين؟ بغطي لك قيمة واي من واحد لإي. هاي من واحد لإي. تعويض مباشر. وبالتالي انا بقدر احصل على ايش؟ على اجابه السؤال رقم واحد. طيب شو الرقم الثاني؟ السؤال رقم اثنين بدنا نرسم المنطقه ايش؟ انا ببلش هون باكس، كيف ارسم اكس تساوي صفر؟ هي اكس تساوي صفر. وكيف ارسم اكس تساوي ايكو واي؟ طبعا اكس تساوي ايكو واي يعني خذ اللين للطرفين يعني واي تساوي لين الاكس ولا شيء بفرق. هاي واي بيساوي لين الاكس، هاي بعدين بدنا ناخذ هلا بالنسبه لواي، واي تساوي صفر اللي هو الاكس اكسس، هاي واي تساوي صفر. بعدين واي تساوي واحد، هاي واي تساوي واحد. واضح ان المنطقه انحصرت هلا زي ما انتم شايفين. بعد ما نحصر المنطقه عرفناها، بدنا نبدل هلا حدود التكامل. ديروا بالكم هون بكت للاول اكس، عشان هيك تكامل واحد كفى. ليه؟ لانه لما يقبل الاكس دي اكس الاول بيكون الكروس سكشن هوريزونتال، وبالتالي خذ اي كروس سكشن هوريزونتال دائما ببلش هون دائما عند اكس تساوي صفر، ودائما بخلص عند اكس تساوي ايكو واي دائما هيهم. بس لما نعكس حدود التكامل بدنا اياه، بدنا للاول دي واي بصير بدي تكاملين هلا دبل انتجرال مرتين. كيف يعني؟ خلينا نشوف. ساعتها هلا هون بيكون عندك الكروس سكشن عمودي، وبالتالي لما تاخذ عمودي هون دائما ثابت اللي فوق وثابت اللي تحت لحد معين، بعدين ايش بصير ايش؟ ببطل يصير اللي تحت نفس الشيء، عشان هيك لازم نفصل هون. وبالتالي زي ما انتم شايفين انا فصلت هون للمنطقة الأولى، سمي هاي المنطقة اللي هون مثلا إذا بدك، سمي هاي المنطقة مثلا A وهي A، سمي المنطقة اللي هون B وهي شغل B. وبالتالي هلا ما دام في A و B للاول دي واي، ما دام للاول دي واي لازم يكون عندك هلا الكروس سكشن في A وفي B لازم يكون عمودي. وبالتالي خذ اي كروس سكشن هون دائما ببلش من عند واي تساوي صفر هيها، وبخلص عند واي تساوي واحد هيها. انا بشتغل في A
واذا بتشد هذا الكروس العمودي الكروس سكشن فهي المنطقه A راح يغطي لك قيم لاكس من وين لوين؟ راح يغطي قيم لاكس من الصفر للواحد، هيها من صفر للواحد، ف A جاهزه. A جاهزه. بروح على B هلا. اوكي، عشان نروح على B بدي اخذ انا هون كروس سكشن عمودي. ببلش من تحت. قديش قيمة هون ايش؟ واي هون. بدك تخلي واي موضوع القانون، بدك تحط خذ اللين للطرفين، لين اكس تساوي واي. كويس؟ فببلش انت هون بتبلش من وين؟ من تحت بتبلش، بتبلش بلين الاكس، ودائما بتوقف وين؟ عند الواحد، هيا. هلا واذا بتيجي بتحرك كل هاي الكروس سكشنز، فهي الريجن حركها لكل العمودي، كل كروس سكشن عمودي راح يغطي لك قيمة اكس من وين لوين؟ من الواحد للاي. هيها من الواحد للاي. فبدنا ندير بالنا كيف نطلع الاي يا جماعة، يعني تعويض مباشر. يعني بدك تبقى عارف مثلا كيف كيف عرفت ان هي اي؟ ما هو انت عندك هنا واحد صح؟ وين الواحد بدي يساوي؟ وين الواحد بدي يساوي اي كوب واي مثلا؟ سوري، وين قيمة اكس ما هي تساوي اي كوب واي، بس ما هي واي واحد، وبالتالي اي كوب واحد. هي جاهز. هلا اذا الكل متبع معي يفهم، نضغط الرقم 11 واذا حدا عنده اي سؤال بيقدر يفتح المايك ويسال اي سؤال يا جماعه. طيب نعطي اخر مثال وبنفتح كمان الاسئله من لاي حدا بحب يسال طبعا. كويس، في عندنا هون مثال لهذا السؤال له علاقه مثلا بكالكولس 2 اللي هو الامبروبر انتجرال. مثلا كيف بدك تحسب هذا الامبروبر انتجرال اللي هون؟ هلا رسمه انا معطي زي هنت هون، هاي الرسمه رسمناها بكالكولس 1 و 2 اعتقد، كيف ترسم واي بيساوي 1 على اكس تربيع زائد 1. فهي رسمه زي رسمه الجرس زي ما انتم شايفين بيل شيب. ممكن شو تعمل انت اذا هاي هون في سيمتري لانه هذا الالكترون زوجي، سيمتري حوالين واي اكسس. وبالتالي ممكن انت مثلا تشتغل على فتره من صفر لما لا نهايه وتاخذ هاي المنطقه وتضرب في 2 لانه الموضوع في سيمتري. فالسؤال بيقول لك ايفالويت هاي الامبروبر انتجرال اوفر ذا انباوندد ريجن، يعني ممكن نطلع انت تطلع كيف الفكره بهذا السؤال كالتالي، انه انا هون بدي اعمل دبل انتجرال على unbounded region. شو يعني unbounded؟ يعني x من ناقص infinity لانفينيتي وy من ناقص infinity لانفينيتي واطلع الفوليوم لهي المنطقه. طبعا ليش؟ لان الالكترون اللي هون موجب صح؟ وهذا الالكترون موجب، معناته دبل انتجرال الالكترون موجب هو عباره عن فوليوم. لاحظوا انك انت بدك تطلع الحجم على unbounded region، بالاخر الحجم طلع باي تربيع. صدق او لا تصدق، تعمل فوليوم على منطقه unbounded وبيطلع في الاخر الفوليوم ثابت باي تربيع. فانا شو عامل هون؟ حاكي انا سيبك من التكامل البراني هلا، كويس؟ خليني اشتغل هلا على التكامل الجواني بالنسبه لاكس. فانا مطلع دي واي برا ومطلع كل شيء فيه واي برا، وبدي اعمل التكامل الامبروبر بالنسبه لاكس. هلا حسب قواعد الامبروبر بقدر انا اضرب في 2 زي ما حكيت لكم لانها اريا صفت عندك، باخذ تكامل بس من صفر، هي ماخذ تكامل من صفر لما لا نهايه وضرب في 2، وبدي اعمل تكامل بالنسبه لاكس للاول. فهي عباره عن ايش؟ امبروبر. بعد باخذ ليميت وبخلي محل انفينيتي بحط بي، كويس؟ وبخلي بي تروح لانفينيتي 8.7 كالكولس 2. وشو التكامل اكس واحد على اكس تربيع زائد واحد اللي هو التان انفرس، ومره بعوض بي فوق مره بعوض بي تحت. ورسمة التان انفرس لعلمكم اذا حدا صار ناسي كالكولس 2، رسمة التان انفرس بهذا الشكل. وبالتالي هون في عندنا هون باي على 2 اسيمتوتس، وهون سالب باي على 2، وبالتالي هاي هي رسمة ايش؟ تان انفرس لاكس على اساس انه هون اكس. وبالتالي لما اذا بتاخذ الليمت لما اكس بتروح لما لا نهايه فبطلع الجواب قديش؟ باي على 2، هي باي على 2 هون، وبتشطب 2 مع 2 بصفي عندك بس باي لحالها.
وهلا لما تيجي تعمل تكامل بالنسبه ل y بدل ما تاخذ تكامل من ناقص انفينيتي ل انفينيتي بدك تاخذ تكامل من صفر ل انفينيتي تضرب ب 2 هاي ضربت ب 2 تمام وزي ما عملت قبل شوي بيطلع معك كمان ايش كمان باي على 2 نفس المبدا ونفس الفكره فبصير عندك الليمت لهي بيطلع عندك باي على 2 فبتشطب 2 مع 2 بضل عندك باي تربيع اللي هو الجواب النهائي للدبل انتجرال اللي هون اللي هو عباره عن حجم وبالتالي باي تربيع بدها تحكي عنها يونت كيوب نفس الفكره هاي بتقدر تعتبر هذا السؤال زي مراجعه لتشابتر 8.7 بكالكولس 2 اوكي هلا اخر سؤال تطبيق مباشر على الديفينيشن هون هين على الديفينيشن وهي في فكره كمان حلوه انه بتعطي زي اوبن ريسيرش اريا هون اذا حدا بحب يعني انترستد كالتالي اوكي نفس الفكره بدنا نروح نطلع دبل انتجرال للفانكشن اف اوف اكس واي اللي هو اكس زائد واي طبعا هذا الفانكشن سيرفيس مرسوم فوق هاي الريجن بس هون ار عندنا حكينا دير بالك ار هي عباره عن منطقه محصوره كالتالي في عندنا سيمي سيركل واي تساوي جذر 1 ناقص 6 تربيع هيها سيمي سيركل طبعا ليش سيمي سيركل لانه احنا ما كملناهاش للاخر لانه لما نكملها تحت بصير عندك واي سالب واي سالب مرفوضه لانه واي بتطلع من جوا الجذر جذر واي فبالتالي بدناش السالب عشان هيك بنشيل ايش الجزء التحتاني هلا ايضا محصوره بالاكس اكسس هاي الاكس اكسس عندنا هون وبس معنا بارتيشنز هون كيف يعني يعني هي الريجن عندنا عباره عن ايش عن بارتيشنز بهذا الشكل مكونه مسموح لك تاخذ اكس تساوي سالب واحد هاي اكس تساوي سالب واحد تصنيف احنا مصنفين اكس بهي الصوره يعني بدنا نعمل شبكه جوا المنطقه الريجن ار بدنا نعمل شبكه مسموح ناخذ قيم اكس فيها فقط ايش سالب واحد سالب نص صفر ربع نص واحد هيهم قيم واي مسموح لك تاخذ قيم واي صفر نص واحد صفر ونص واحد هلا السؤال حسب التعريف بدوروا على هاي المنطقه اللي هون حسب التعريف بدوروا على هاي المنطقه واقسمها لمستطيلات هلا مش مسموح لك تقسم زي ما بدك ليش لان انا مربوط بقيم اكس معينه وقيم واي معينه وبالتالي شو بيجي بعمل بيجي بحكي اوكي ما دام انا مقيد بقيم اكس وقيم واي هاي في التقسيم معناته زي ما انتم شايفين انا مقسم هاي على سوا النص ضارب خط هيك على سوا سالب نص وهي على سوا سالب واحد وعلى سوا كل واحد بسوي خطوط افقيه وخطوط عموديه عندي على سواهم كلياتهم كويس هلا وباخذ كل المستطيلات اللي بيطلعوا معي هلا هاي مش مستطيل باخذهاش هاي باخذها هاي باخذها هاي باخذها هاي مش مستطيل باخذهاش هاي مش مستطيل لانه بتغطيش يعني المنطقه اللي عندي انا هي هون هاي مش مستطيل وهي مش مستطيل طلع كيف بقدرش اغطيهم هدول فانا في النهايه شو صفى معي في النهاية صفى معي فقط هدول الثلاث مستطيلات هدول لحالهم بس اللي بالاثنين اللي بالاحمر واللي بالازرق بالوسط هلا معناته اذا بدك تعمل انت ابروكسيميشن للفوليوم للسوليد للسوليد الريجن سوليد هاي المحصورة بين الريجن هاي اللي قدامنا والسيرفيس اللي منه فوق بدك تيجي على التعريف هيو على التعريف في عندك كلمة تقريب اذا بدك تطلع الفوليوم كلياته هو تقريبا مجموع الفوليومز لثلاث بلوكس هاي البلوك الاول اللي هون البلوك الثاني اللي هون البلوك الثالث اللي هون وبالتالي كل بلوك شو بدك تعمل فيه تاخذ مساحه القاعده اللي هي مساحه المستطيل وتروح تصور لك نقطه جواته وتطلع الارتفاع السؤال اني نقطه اخر هيكمل السؤال شو بقول لك السؤال مسموح لك تاخذ النقطه اكس كي واي كي الموجوده على الرايت لور كورنر هي عندك مستطيل وين الرايت لور كورنر هيها المستطيل اللي بعده وين الرايت لور كورنر هيها المستطيل اللي بعده وين الرايت لور كورنر هيها هاي النقطه اللي مسموح تاخذها وبالتالي بيجي بقول بالنسبه للمستطيل الاول اللي هون هاي الرايت كورنر هيها صفر وصفر وبدك تطلع لي المساحه لهي شو المساحه لهي اللي هي دلتا اكس نص هاي دلتا اكس نص وهي دلتا واي الارتفاع هي نص هي خلصت انا ايش من اول بلوك بروح على البلوك الثاني رايت لور
هاي الرايت لور، هاي اللي هي تكبر في عندك هون اكس ربع وواي صفر، بدي راح اصورها. بعدين ايش باخذ؟ دلتا اكس ربع، المسافه هاي ربع. بعدين ايش باخذ؟ دلتا واي هيها، الارتفاع نص. التعريف يعني ماشي. بعدين ايش بروح على اخر مستطيل هيو، وين الرايت لور كورنر؟ رايت لور كورنر هاي النقطه هاي اللي هي نص وصفر، بروح بصورها عشان طلع الارتفاع. بعدين ايش الربع اللي هي ايش؟ دلتا اكس هون نص ناقص ربع. بعدين ايش النص اللي هو الارتفاع هيو اللي هو نص. وعندك الاقتران معطى في السؤال، عندك هاي الاقتران، بتروح بتصور النقاط هاي صفر وصفر بطلع صفر. وايضا بنصور مثلا الربع والصفر، صورهم هون بطلع ربع كويس، وعوض الصفر النص والصفر هون بطلع نص هاي نص. وبتجمع الارقام بطلع معك الفوليوم تقريبا 3 على 32، هذا الفوليوم التقريبي. واضح؟ واضح انه في هون خلل، طبعا هذا الايرور اللي هون، هذا كله ناتج عن الايرور، ولكن انا حليت السؤال زي ما بده السؤال. السؤال حكى لي استخدم الارقام اللي هون، شايفين؟ انا مشيت حسب غير الارقام بتغير الفوليوم اللي هون. وايضا هناك عدد لا نهائي من الطرق انك تختار اكس كي واي كي، وهذا السؤال شو اختار؟ اختار رايت لور كورنر، ممكن واحد يختار ليفت لور كورنر، يصير يختار هاي النقاط مثلا اللي هون. ممكن واحد يختار ابر رايت كورنر، يختار هاي النقاط اللي هون. أو ممكن واحد يختار ليفت ابر كورنر، هاي النقاط اللي هون. فهناك عدد لا نهائي من الطرق كيف تختار زوج مرتب اكس كي واي كي. جماعه هيك احنا بنكون سكشن 15.2 is completely done.